أطلق المجلس القومي للمرأة مبادرة بعنوان أنت قدها حقيقة بالمناسبة، وده في إطار جهود المجلس لتمكين المرأة اقتصاديا، واحد من المحاور اللي بيشتغل عليها المجلس في ضوء محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030. مبادرة أنت قدها الهدف منها تدريب 100 سيدة على مهارات بيع وتسويق المنتجات في كل المحافظات. معانا على التليفون دكتور نسرين البغدادي، عضو المجلس القومي للمرأة. أهلا بيك يا دكتور نسرين. أهلا وسهلا بحضرتك. إزاي حضرتك؟ كل تمام؟ إزاي حضرتك؟ كل سنة حضرتك لله. طيبة، وكل سيدات مصر والعالم طيبات. يا رب دايما بخير يا رب. يا رب. أنت قدها يا دكتور نسرين، ده بالتأكيد، لكن مبادرة انت قدها يا فندم، عايزين نعرف عنها تفاصيل اكتر. هو بص حضرتك، هي مبادرة زي ما حضرتك قلت كده، ان المجلس القومي للمرأة كان احد المرتكزات الرئيسة الخاصة بالاستراتيجية يعني الخاصة بتمكين المرأة في 2030، هو التمكين الاقتصادي، ودي احد الشراكات اللي بتعم يعني بتؤدي ان هي تسوق للمراه المشروعات بتاعتها، لان من ضمن التمكين الاقتصادي ان احنا بندرب المراه على مهن، وان ازاي انها يعني تخترق مجال رياده الاعمال ويكون لها المشروعات الخاصه بها. فدي احدى المبادرات اللي هتدي فرصة لمئة سيدة إنها تسوق المنتجات بتاعتها، لأن زي ما حضرتك عارف إن دائما وأبدا مسألة التسويق هي اللي بتقف عائق أمام بعض السيدات، اللي هم ما بيبقوش قادرين يعرفوا يعملوا تشبيكات، يعملوا علاقات تسويقية، يدخلوا ربما يكون برضو في إطار يعني الأمية التكنولوجية في عرض منتجاتهم، وبالتالي هي بتدي فرصة لمئة سيدة زي ما حضرتك قلت في ثلاث محافظات لتسويق منتجاتهم. طب ده عظيم جدا. المعيار اللي هنختار بيه المئة سيدة اللي هياخدوا هذه الفرصة ايه يا دكتور نسرين؟ لا الحقيقة التفاصيل بتاعتها لسه ما وضحتش قوي، إنما لازم البلورة. حضرتك إنما لازم حضرتك نتكلم برضو، يمكن حضرتك ذكرت في المقدمة التمكين السياسي ووصول المرأة للمناصب القيادية، وإزاي إن المرأة أثبتت جدارتها، وإن يعني حضرتك اتكلمت على حاجة مهمة جدا في إطار إن ما زال البعض ينظر للمرأة على أنها الكائن الأقل وأنها لا تستحق وربما تكون أيضا مستباحة، ودي الثقافة المجتمعية الحقيقة اللي بتعوق الجهود السياسية اللي دائما وأبدا تسعى في المجالات كافة، سواء كان في مجال التشريع أو في مجال إعطاء الفرص أو في توسيع الخيارات أو في وجود مبادرات عديدة تدعم المرأة والفتاة في كل المجالات. صحيح. طب دكتور نسرين، لو أنا حبيت، أو هل يجوز إن احنا نقيس على قياس من 1 لـ10 مدى ما وصلنا إليه في مصر حول تمكين المرأة؟ لا، احنا الحقيقة لو حضرتك هتبص على مستوى يعني المجال السياسي هتلاقي إن المرأة تقلبت أعلى المناصب بنسب كبيرة جدا، وسواء كان في المنابر التشريعية أو في يعني فيما يخص مجلس الشيوخ أعلى نسبة، وأول مرة وكيلة مجلس الشيوخ، ويمكن حضرتك أول يعني إحنا في 2 محافظ وده لأول مرة في التاريخ، ودخول المرأة النيابة العامة بإرادة سياسية اللي كانت محرومة منها على مدى 8 عقود، وتولي المرأة مرافعة النيابة العامة في إحدى القضايا مؤخرا يعني، وده الحقيقة إحنا بنشكر عليه معالي النائب العام. يعني لا حضرتك، إحنا ماشيين على الطريق الصحيح سواء كان في المجال السياسي أو في المجال الاقتصادي. وخلي بال حضرتك إن مش فقط المرأة المتعلمة، يمكن أنا حابة أتكلم على التكريم اللي حصل من يعني السيدة انتصار السيسي حرم فخامة رئيس الجمهورية وتكريمها لنماذج
متعددة من السيدات شملت جميع الشرائح الاجتماعية والشرائح التعليمية والأعمار المختلفة في المجالات المختلفة، من أول الأستاذة الجامعية إلى المرأة التي لم تحظى بقدر من التعليم وقدرتها على الكفاح والجهاد والوصول بأسرتها إلى يعني أقصى درجات التمكين. صحيح. أنا بشكرك جدا دكتور نسرين البغدادي عضو المجلس القومي للمرأة، كل الشكر.